تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في القسم الثاني من نشرة هذا المساء. لقد أصبح الأمر رسميا الآن. رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتسلم كتاب تكليف الحكومة القادمة من الرئيس إسحاق هرتزوغ. في كلمته التي ألقاها على هامش التكليف قال نتنياهو إن الشعب الإسرائيلي سيتلقى حكومة مستقرة تعمل على زيادة الاستيطان وإبرام اتفاقيات سلام مع المزيد من الدول العربية. من ناحيته وصف رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد ما حصل باليوم الأسود الديمقراطية نظرا للعملية المنتظرة في توزيع الحقائب الوزارية. الحكومة المنتظرة لا تواجه تحديات داخلية فحسب وإنما خارجية أيضا، فالسلطة الفلسطينية تعتزم التوجه إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها القانوني حول استمرار وجود إسرائيل في أراضي عام 67 بعدما نالت السلطة تأييدا في هذا الصدد من الأمم المتحدة. الشعب الإسرائيلي اختارني رئيسا للوزراء وسأكون رئيسا لحكومة الجميع. كلمات قالها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق بعيد تكليفه رسميا من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بتشكيل الحكومة المقبلة. تكليف يأتي وسط خلافات جمة في المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو ورئيس الصهيونية الدينية بتسلال سموتريتش ورئيس حزب شاس أريا درعي، خلافات متعلقة بالحقائب الوزارية التي يطالب الرجلان بالحصول عليها، أما بن غفير فيطالب بتوسيع صلاحياته الوزارية حال استلم حقيبة الأمن الداخلي. ملف تهم نتنياهو لم تكن غائبة عن جلسة التكليف التي أولى لها هرتزوغ أهمية، إلا أنه قلل من وجود مانع بسببها أمام تشكيل حكومة. عقبات داخلية وأخرى خارجية على رأسها العلاقة مع الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية تركز كثير من مركباتها على شرعنة البؤر الاستيطانية وإنفاذ القانون على البناء الفلسطيني وتحويل إدارة شؤون الضفة الغربية إلى المستوى السياسي عوضا عن الجيش. تخوف فلسطيني من نفوذ اليمين تناظره خشية إسرائيلية من عواقب توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد تأييد 98 دولة لمشروع قرار فلسطيني يطالب المحكمة الدولية بإصدار رأي قانوني بشأن ما إذا كانت سيطرة إسرائيل على أراضي فلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع، خطوة جعلت الرئيس الإسرائيلي يهاتف رئيس السلطة بناء على طلب لابيد بغية إقناعه بتأجيل التصويت في الأمم المتحدة، إلا أنه لم يلق أي رد وفق المصادر. أما رئيس الحكومة لابيد فاعتبرها بمثابة خطوة أحادية الجانب تطيل النزاع، متهما الفلسطينيين باستخدام الأمم المتحدة مجددا لمهاجمة إسرائيل. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا قبل ذلك نتوجه لمراسل 24 نيوز رازي تطور والمتواجد في القدس أمام الكنيسة. رازي، إلى أي مدى سوف تتم عملية توزيع الحقائب الوزارية بسلاسة بين هؤلاء الحلفاء؟ هل سوف تتجه حقيبة الأمن لهذا الشخص وحقيبة المالية لذاك، أم حتى داخل هذا المعسكر توجد خلافات؟ نعم بشار، نتنياهو الذي بدأ باكرا مشاورات ومفاوضات تشكيل الحكومة قبل أن يلقي عليه رئيس الدولة رئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مهمة تشكيل الحكومة هذا اليوم، يعني من كان ينوي أن ينصب أو يعلن تشكيل هذه الحكومة يوم الأربعاء المقبل مع يوم تنصيب الكنيسة، ولكن في ظل الخلافات حول الحقائب الوزارية في معسكره قد يخفق في ذلك، والإشارة إلى حقائب وزارية حساسة ومهمة جدا مثل حقيبة المالية التي يطالب بها زعيم حزب شاس أرييه درعي والذي يمثل اليهود الشرقيين المتدينين في إسرائيل، وأيضا حقيبة الأمن أو حقيبة الدفاع التي يطالب بها بتسلائيل سموتريتش زعيم تحالف الصهيونية الدينية في ظل قلق أمريكي وأيضا غربي وعربي فلسطيني وتساؤلات عما إذا كان نتنياهو فعلا سيرضخ للابتزاز السياسي الذي يمارس حلفاؤه في المعسكر، كون نتنياهو يسعى إلى تسريع تشكيل هذه الحكومة بسبب ما يراه البعض الوضع القضائي وتهم الفساد التي يواجهها. ولابد الإشارة بشار إلى الوضع الداخلي في إسرائيل بحيث أن هناك قلق من الهجمة على المحكمة العليا من خلال تمرير فقرة التغلب، الالتفاف على المحكمة العليا وتقويض الهامش الديمقراطي وأيضا تغيير في الوضع القائم بما يتعلق بالدين والدولة، وكذلك يعني موضوع الاستيطان والتعامل مع الفلسطينيين وأيضا
قطع الاتصال مع رازي، سوف نعود إليه ربما بعد قليل. أتوجه الآن إلى ضيوفي وارحب بهم تباعا، سيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي، والسيد رضا جابر المحامي المختص في القانون الدولي والدستوري ينضم إلينا من مدينة الطيبة، ومن رام الله ينضم إلينا السيد زايد الأيوبي المحلل السياسي. لكن قبل ذلك أريد أن أستفسر أكثر حول خفايا وخبايا تشكيل هذه الحكومة. سيد شكيب، لبيد رئيس الوزراء الحالي وصف اليوم بالأسود، لماذا؟ أو ليست هذه اللعبة الديمقراطية؟ خلينا نكون واضحين، لأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل في عام 1948 توجد حكومة يمين متكاملة فقط مركبة من اليمين. كل الحكومات اللي سبقت لحد إسه، بما في ذلك حكومة بيغن، حكومة اليمين الأولى في 1977، كانت حكومات ائتلافية مركبة من اليمين والمركز، وفي بعض من الأحيان كان هنالك مكان أيضا لليسار في داخل هذه الحكومات. يعني نتنياهو طلب، تمنى، والله أعطاه ما تمنى. أعلن أنا أريد حكومة يمين كاملة متكاملة، وهو يجد نفسه في هذه الحالة. اليسار الإسرائيلي تمنى لبيد الذي سألت عنه أن يكون الوضع 60-60، ونتيجة عدم التنظيم في إدارة المعركة الانتخابية أصبحت النتيجة رغم التعادل في العدد الكمي من الأصوات أصبحت النتيجة 64-56. يعني كنا بالأول إلنا سنة ونص أو إلنا 4 سنين نحكي عن الرقم السحري 61، بدل 61 أخذ 64. هذه النتيجة فهمناها، لكن لماذا يصف لبيد هذا الأمر الديمقراطي؟ بالضبط، يعني يتقبل النتائج، هذا ما يقوله البعض، يعني لبيد ولا غيره بالضبط. على كل من يريد أن يقرأ الحقيقة الجديدة في إسرائيل، هنالك حسم للأمر السياسي، والحسم كان في الصندوق، والقرار اتخذته أغلبية ليست بسيطة، 71.3% من مواطني دولة إسرائيل ذهبوا إلى الصناديق، أدلوا بأصواتهم، وتم الحسم. لذلك على كل من يريد أن يتعامل مع إسرائيل أن يفهم إنه هذه هي الحقيقة. هذا هو الحقيقة. الأصعب إنه في داخل هذه التركيبة نتنياهو فيش عنده بديل عنه. طيب، سنعود إلى هذه القضايا. سيد زيد، الحكومة الإسرائيلية الحالية تحدثت عن ضرورة الحل السلمي وحل الدولتين، وإن لم يكن بالصورة التي تتصورها السلطة الفلسطينية. وزير الأمن بيني غانتس كان قد التقى رئيس السلطة الفلسطينية أكثر مرة. لكن هذه الحكومة عندما أتت وتوجه اليوم هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي بالتكليف، قال نتنياهو سوف نستمر في الاستيطان، سوف نزيد عدد المستوطنين وما إلى ذلك. كيف ينظر الجانب الفلسطيني إلى هذا الأمر برأيك؟ يعني بداية مساء الخير لك ولكل المشاهدين ولضيوفك. في الحقيقة نحن كفلسطينيين لم نستغرب انتخاب نتنياهو، ولم نستغرب انتخاب أي متطرف إسرائيلي. المينستريم، الغالبية العظمى في المجتمع الإسرائيلي، واضح أنها تجنح نحو التطرف ونحو اليمينية ونحو عقلية الإجرام، عقلية الاعتداء على الشعب الفلسطيني، وبالتالي لم يكن لدينا أي استغراب. الآن الشعب الفلسطيني لا ينتظر خيرا من نتنياهو، والشعب الفلسطيني جاهز لمواجهة نتنياهو، وجاهز لمواجهة جرائمه ومستوطنيه وإلى آخره. إذا كان يعتقد نتنياهو أنه يعني بذبح الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وبناء المستوطنين وبناء الاستيطان عفوا في داخل الضفة الغربية يعني سيحقق إنجازات، نحن بنقول له أنه هذا هو الفشل وهذا هو الإفلاس. أنك لا تستطيع أن تحقق شيء لمجتمعك على المستوى الداخلي، وتحاول أن توهمه بإنجازات في داخل الضفة الغربية وفي داخل غزة وفي داخل القدس، لكن في نهاية المطاف نتنياهو رجل فاسد، ولديه حكومة سموتريتش وبن كفير إرهابيين، وبالتالي نحن نواجه إرهابيين كفلسطينيين، وهذا قدرنا، هذا قدرنا،
نستمر في مواجهة هؤلاء بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والميدانية متاحة لنا القانون الدولي. وواحدة من هذه الوسائل التي تم كشف النقاب عنها مؤخرا هو التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وبهذا السؤال أتوجه إلى السيد رضا. سيد رضا، ماذا بالضبط تعني هذه الخطوة لمن هو غير ملم بالقانون؟ يعني تعني ببساطة بأنه سيكون هناك قرار أممي قانوني يجعل مكوث إسرائيل داخل من أراضي الضفة الغربية، أراضي ليست فقط احتلال، لأنه الاحتلال له قانونه في القوانين الدولية إنه بشكل مؤقت، وأنه إسرائيل الآن بهذا الاحتلال، وهذا الاحتلال يجب أن تنهي بشكل فوري. يعني هذا القرار الأممي أي القانوني سيشكل نقطة فارقة بالنسبة لنضال الفلسطينيين، ولا تستطيع إسرائيل في المحافل الدولية أن تقول بأنه تعاملها داخل أراضي الضفة، مثلا موضوع الاستيطان بأنه هو يعني بشكل قانوني ما، إنه هذه الصبغة ستنتزع من قانونيا، أي صفة ستنتزع بشكل أممي من إسرائيل. ولذلك لهذا القرار سيكون تبعات على مستوى إنه مجلس الأمم المتحدة بكل هيئاتها تستطيع أن تتخذ قرارات أكثر فعلية. طبعا الفلسطينيين لا يعولوا على الأمور الفعلية داخل مؤسسات الأمم المتحدة، ولكن هذا على المستوى العام، على المستوى السياسي العام العالمي له تأثير وله إسقاطات. طيب سيد شكيب، هي حكومة يمين كاملة مكتملة كما وصفوها وكما وصفتها أنت، والآن بدأ أمثال سموتريتش يتوعد ويهدد ويريد حقيبة الأمن وما إلى ذلك، ما الذي نحن مقبلون عليه في ظل هذا حكومة هكذا حكومة بالأخص في سياق الصراع العربي الفلسطيني؟ أم ربما ليس بالضرورة أن يكون هناك مغالاة فيما قالوه، ربما يتريثوا؟ أنا يعني أقول لك أنه كيف نحكيها بلغة عامية بسيطة، القدرة يعني فيش عندهم هاي القدرة إنه يغيروا الحقائق. يعني سموتريتش وبن غفير ليسوا بجديدين على الساحة، ومواقفهم معروفة، وللأسف يعني بقولها وللأسف ورزقي على الله، أخذ الحزب الثالث من ناحية كبره في يعني هون الموضوع انتخاب، هون ما قاموا بانقلاب عسكري، وفي نهاية المطاف لن تكون لديهم القدرة في تغيير الواقع، هنالك ستاتوس كوو موجود أقوى بكثير من سموتريتش ومن بن غفير، وهذول الأشخاص قديش بده يحاولوا يأخذوا الحكومة لليمين ويعطوا أوامر غير قانونية وكل هذه الأمور. يعني كما تفضل زميلنا من رام الله، الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي ويجي يقول بن غفير تعال اضربني يا حبيبي. بده يدافع عن نفسه، بده يحمي نفسه بالوسائل القانونية العالمية والمحلية وكل الأمور. نتنياهو يدرك ذلك. نتنياهو كان موجود في أمريكا، طلع على الطيارة وقال أنا جاي أضم كل مناطق الضفة الغربية لتصبح تحت السيادة الإسرائيلية، وهو بالطيارة أخذ تلفون من ترامب قال له لحد هون وبس. في أكثر من لاعب الحكومة، اسمح لي شوي، في أكثر من لاعب يلعب على الساحة. صحيح. والتوازن هي اسمها معادلة الخوف، الأستاذ رضا بيسموها باللغة القانونية باللغة العبرية مأزان هائمة، يعني معادلة الخوف، قديش أنا بشكل عليك خطر هي نسبة الخطر التي أنت ترده لي، وهناك يأتي التوازن في عملية التعامل. الحياة ستستمر. طيب. إذا في مجال يعني بدي تفضل سيد رضا قبل أن أعود لسيد زين، تفضل. لا يعني الموضوع الآن هو أن هناك سيرورات في السياسة في إسرائيل، ما قد يحدث الآن النتيجة تعيده لم تكن بشكل فوري. يعني اليمين الآن سيخطو خطوات في الأشهر القادمة، ستكون خطوات جدية في موضوع الاستيطان بشكل أعمق وأزيد في منطقة سي، هذا ما صرحوا فيه، وأيضا في كل ما يتعلق في المواطنين يعني الفلسطينيين. يعني فقط لكي يفهم سيد رضا، هل هذا سيكون الرد الإسرائيلي
على خطوة السلطة الفلسطينية هي المحكمة المركزية. أعطيني المجال. النقطة المركزية هي أنه تغيير السياسات لا يحدث بشكل فوري، ولكن يزرع من الآن، تزرع بذور معينة زرعت في الماضي وتحصدها إسرائيل الآن بهذا الوجود وهذا النجاح للقوى اليمين الفاشية في إسرائيل. إذا أنه هاي يعني سيرورة تاريخية وصلتنا إلى هذا. جميل. سيد رضا، أريد أن أفهم منك قانونيا ما الذي تستطيع الآن إسرائيل فعله، سواء قانونية أو من غيره من الوسائل، للرد على طلب السلطة الفلسطينية حيال المحكمة العدل الدولية؟ سبق وأن أرسلت لها رسائل. لا يعني هي الآن إسرائيل باعتقادي الآن ناحية قانونية بمأزق، لأنه الواقع الآن، الواقع في الضفة واقع احتلال وواقع احتلال إحلالي، يعني الدولة المحتلة تريد أن تحول هذه المنطقة ليس كمنطقة محتلة، إنما تريد أن تضمها وتغير تضاريسها من ناحية السكان، من ناحية المدن اللي فيها، وتغير معالمها. ولذلك الآن الواقع يحتم على كل على المؤسسات الدولية أن تتعامل مع الواقع ولا تتعامل فقط مع الادعاءات الإسرائيلية بأنها فقط توسع مناطق الاستيطان. كل إنسان، يعني كل الخوارط التي نشاهدها نحن كقانونيين وأيضا كفاعلين في هذا في مجال حقوق الإنسان في داخل إسرائيل وأيضا في الضفة، كل الخوارط تشير أن منطقة سيناء تحولت إلى منطقة إسرائيلية، لا الوجود الفلسطيني فيها محاصر، يتم محاصرته أيضا في مناطق أخرى. ولذلك الإشكالية هي الآن أمام القانون الإسرائيلي أو أمام السياسة الإسرائيلية أمام المؤسسات الدولية، لأن الواقع هو الآن تغير بشكل مباشر وبشكل عميق. صحيح. إنه القرارات هي ستكون ليس بصالح إسرائيل. ولذلك طلبت السلطة الفلسطينية من العدل الدولية كما سيحدث الشهر القادم بأن تعطي رأيها القانوني. عود لسيد زيد، أريد أن أعطيه الفرصة. سيد زيد، التوقيت لهذا الموضوع يوحي بأن السلطة أرادت إعطاء فرصة لحكومة لبيد، لكن عندما أتت هذه الحكومة باشرت في موضوع العدل الدولية، ما رأيك؟ يعني خليني بس أضيف على كلام الزميل رضا بأنه في حال حصلت فلسطين على رأي استشاري لصالحها يقول بأنه الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية هو احتلال غير مشروع، فهذا يعني خلينا نحكي الترجمة الطبيعية لهذا الموضوع هو أنه الشعب الفلسطيني وفقا لهذا القرار من حقه أن يقاوم ويكافح هذا الاحتلال بكافة الطرق التي أتاحها القانون الدولي. وبالتالي هذا القرار عندما تكسبه فلسطين، أولا تدين الاحتلال فيما يتعلق في جزئية الاحتلال، وثانيا تؤكد على مشروعية الكفاح الوطني والنضال الوطني الفلسطيني. بكل الأحوال السلطة الوطنية الفلسطينية هي نواة الدولة الفلسطينية، وهي خليني أحكي لك المسؤولة عن نضال الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي هي تعمل ما تراه في صالح الشعب الفلسطيني وفي صالح. صحيح. سيد زيد، أريد أن أبقى معك. سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. سبق وأن خضعت السلطة الفلسطينية للضغوطات، أنت تذكر موضوع تقرير جولدستون والجنائية الدولية ودفنت كل هذه المحاولات، هل نحن على اعتاب هكذا أمر في ظل الضغوط الإسرائيلية الحالية؟ يعني خليني أنا أصحح كلمة خضعت، نحن لا نخضع إلا لم تمضي قدوما في الموضوع. نحن فقط كنا نعطي فرص للمجتمع الدولي وللأوروبيين وللأمريكان وللروس ولكل من يتدخل في هذا في الصراع بيننا وبين المحتل الإسرائيلي الغاشم، ولذلك كنا نتقدم في خطوة نتراجع من أجل إتاحة الفرصة للعودة للمفاوضات ومن ثم ليصار إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. لكن في كل مرة كانت سلطات الاحتلال الإرهابية الإسرائيلية للأسف تستخدم هذه الفرص من أجل تعزيز الاستيطان. اليوم الشعب الفلسطيني مصر على الذهاب إلى محكمة لاهاي، ومصر للذهاب أيضا لأي منصة عالمية ودولية لإدانة هذا الاحتلال. نعم.
كمان نتنياهو خليني بس كلمتين عشان نعود لسيد شكيب. اليوم مندوب كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بقول إنه هذا القرار لن يمنعنا عن الاستيطان في أرض الأشياء. وهذه نقطة ثانية أنقلها لسيد شكيب لو سمحت. قبل انتهاء الوقت سيد شكيب. إذا الإسرائيليين بيعتبروها طب خلينا ناخذ رأي سيد شكيب. سيد شكيب، حكومة إسرائيلية سابقة كانت تضم يمين ووسط ويسار، كانت تعاقب السلطة الفلسطينية بالخصم من أموال المقاصة. الآن نتحدث عن حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير، ما الذي تنوي فعله الآن ردا على هذه الخطوة؟ ما السيناريوهات؟ في ثلاث أمور لن يحدث. الأمر الأول، لن يتم الوصول إلى اتفاق على الحدود بين فلسطين وإسرائيل في هذه الحكومة. الأمر الثاني، لن يتم تغيير وضع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وسيتم تحسين وضع المستوطنات في ظل هذه الحكومة. الأمر الثالث الذي لن يحدث، لن يتم تعزيز موقع السلطة الفلسطينية، وأنا لا أدري إذا كان هنالك سيتم السماح بإقامة انتخابات فلسطينية قد تشكل بالنسبة لحكومة نتنياهو نصر لحماس أيضا في الضفة، وتكون حماس في الضفة وفي غزة. هاي الأمور لن تحدث. ماذا سيحدث؟ سيكون هناك ضغوطات دولية، وبدأت هذه الضغوطات تتحول من كل دول أوروبا ومن الدول العربية، يعني الدول العربية الأردن ومصر والدول العربية الأخرى في شبه الجزيرة العربية التي عقدت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، أبدت تخوفها من هذا الوضع في أذني رئيس الدولة في شرم الشيخ، وهو نقل هذه الصورة. إلا أن هذا الأمر لا يغير نتيجة الانتخابات في إسرائيل، فهي حقيقة. نحن نحاول، يعني بغض النظر عن الموقف، لا نستعمل أي مصطلحات، إنما نحاول أن نعطي للمشاهد الفرصة أن يفهم ما هي الحقيقة الموجودة. الحقيقة الموجودة في سلطة فلسطينية ضعيفة منهكة القوة في رام الله، في قيادة اسمها حماس في غزة مسيطرة بشكل كامل على غزة، وفي حكومة يمين في إسرائيل وبدأت اللعبة. صحيح. طيب سيد رضا، ما أود أن أفهمه، تفضل. لا، يعني النقطة المركزية هي، يعني الفلسطينيين يعرفون ما هي مؤسسات الأمم المتحدة وما هو العالم وهذه الدول. سيد رضا، أنت بتعرف قديش تأثير الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة. دعنا نسمعه، تفضل. لا، القضية هي الفلسطينيين يعرفون تماما بأن هذه الحراك الأممي هو جزء من نضالهم وليس كل نضالهم. يعني إذا تصور الأمور بأنه ستحرر فلسطين وستعود الأرض الفلسطينية إلى يعني حق الشعب الفلسطيني بهذا الشكل عن طريق القرارات الأممية وعن طريق الحراك الدولي فقط ونقطة، أعتقد لا يوجد أي فلسطيني يعتقد ذلك. المعركة ستكون أيضا على يعني بالميدان داخل الضفة، لأنه عندما تربط الأمرين أن هناك حكومة يمين في إسرائيل تريد وتعلن بأنها تريد أن تتوغل في الاستيطان وتريد أن تتعامل مع الضفة وكأن هذه أرض إسرائيل وهي تريد أن تضمها بشكل مباشر، لن يقف الفلسطينيين مكتوفي الأيدي. سيد رضا، أريد أن أفهم منك. سيد رضا، تصعيد خطير ليس فقط في الضفة، أيضا داخل إسرائيل. سيد رضا، سيد رضا، قبل أن ينتهي الوقت، قانونيون إسرائيليون قالوا أن هذه ضربة شرعية، ضربة دبلوماسية لإسرائيل، لكن على أرض الواقع لن يتغير شيء. ما رأيك؟ هاي النقطة، لن يتغير على أرض الواقع، ولكن السياقات العامة للموضوع هي تتغير. والسؤال المطروح أيضا الآن فلسطينيا، كيف يتم استغلال هذا الجو القانوني العام داخل ويتحرك دبلوماسيا داخله؟ هذا شيء مساعد، ولكن الفلسطينيين إذا لم يتحركوا على أرض الواقع وداخل الضفة وتكون هناك شيء يعني متكامل، البعد الدولي والقانون الدولي والمؤسسات الدولية والضغط العالمي،
مع حراك شعبي واضح داخل الضفة. كلمة أخيرة من سيد زايد. بدون هذا التكامل لن يحدث الكثير. سيد زايد جملة واحدة، قال سيد شكيب هناك ضغوطات حتى ربما من دول عربية على السلطة، ما رأيك؟ جملة. لا، الدول العربية الآن تصف خلف الشعب الفلسطيني وخلف القيادة الفلسطينية، وهم يدعمون هذا التوجه نحو الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي، وبالتالي وأصلاً هذا التوجه وبالتنسيق وصلت الفكرة أمتنا العربية مع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وصلت الفكرة المملكة الأردنية الهاشمية، نحن والعرب على قلب انتهى الوقت. أشكرك انتهى الوقت للأسف. السيد زيد الأيوب المحلل السياسي من رام الله، وسيد رضا جابر محامي مختص بالقانون الدولي والدستوري من الطيبة، وسيد شكيب شنان خبير شؤون إسرائيلية، شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام نشرة هذا المساء. تفضلوا بالبقاء معنا متابعة المناظرة اليومية بعد قليل. تصبحون على خير.